صباحكم مربحكم مشاهدينا، واهلا بكم وعسلامتكم معنا اليوم في هذا العدد الجديد والموعد الجديد من برنامج اسيام تيلي اشا، البرنامج التسويقي اللي طلع لكم كصبيحه عبر قناتكم قناه البلاد. لما نقول كصبيحه على الساعه 10 صباحا، هذا البرنامج اللي راهو يجيب لكم اجهزه اللي تحقوها انتوما في بيوتكم، منها اجهزه كهرومنزليه، الكترومنزليه، اتات، هواتف نقله، وكذلك اجهزه اعلام آلي. لما نتكلموا على هذه الاجهزه تقدروا تشريوهم بالتقسيط كيما تقدروا تشريوهم كاش. اول حاجه راح نتكلموا عليها هو كيفاش تقدروا تشريوهم بالتقسيط. كيما على بالكم مشاهدينا انه شركه اسيام عندها عقد شراكه مع مصرف السلام، يعني 100% اسلامي. كيفاش نقدروا نشريو بالتقسيط؟ عندنا شويه شروط وشويه اوراق لازم يكونوا عندنا. اول شرط هو لازم يكون عندكم عقد عمل غير محدد، يعني تكون كونترا ديالكم سي دي. ثاني شرط اللي هو يكون سالير ديالكم 2.5 ملايين وطلع. انتم الناس اللي تدوا 2.5 ملايين وهادو بديتوا الخدمه وراكم حابين تشريو حاجات راهي خاصتكم، نقول لكم انه ب 2.5 ملايين تقدروا تشريو معنا هاد الاجهزه اللي كنت تكلمت لكم عليها. ثاني شرط هو العمر ديالكم 19 سنه حتى 70 سنه. لما نقولوا 19 سنه انتم الناس اللي تخرجتوا وراهم خاصينكم باغ اكزومبل دي بي سي بورتابل ولا تي ديفيزور، ولا راكم حابين ديروا حاجه جديده، ولا اون شومبر راكم حابين ديروها في لا شومبر ديالكم، عندكم اون شومبر راكم خاصكم بنك ولا هي خاصتكم خزانه، نقول لكم انكم تقدروا تشريوها بالتقسيط. كذلك انتم الناس اللي متقاعدين وراكم حابين تشريو حاجه جديده في ديوركم، حنا جبنا لكم www.taksit.dz وبرنامج اسيام تيلي اشا راكم رايحين تقدروا تشريو بالتقسيط. ثالث حاجه رانا رايحين نتكلموا عليها هو انه لازم يكون عندكم ان كونت سي سي بي ولا كونت في دي بنك واحد اخرين. المهم انه الدخل الشهري تاعكم راهو رايح يكون في سي سي بي ولا في لي كونت. وكيما قلت لكم انتم ايضا متقاعدين ولا الناس اللي مازال ما تزوجتش ولا الناس اللي راهم حابين يبدلوا حاجات في بيوتهم. هذه بالنسبه للتقسيط. لما نروحوا للكاش، الكاش عندنا موقع فيانيت.دي زد. هذا الموقع راهو رايح يوفرنا اجهزه، لكن الحاجه المليحه اللي راهي جبتها لكم في شركه اسيام هي انها عندها دي روميز من 30% الى غايه 50% على كل الاجهزه اللي تشوفوها في الموقع تاع فيانيت.دي زد ولا في المحلات، راهم فيها هاد لا روميز. وعندنا 1400 جهاز راهو رايح يكون فيه دي روميز ليكم انتوما الى غايه 20 سبتمبر. احنا بالنسبه راني تكلمت لكم على المواقع. ثاني مشاهدينا، شركه اسيام راهي موزعه عبر 58 ولايه. نقدروا نقول لكم انه لما تشريو وتروحوا ديروا هاد لي برودوي في بيوتكم، نقول لكم انه عندنا خدمه التوصيل مجانيه للجزائر العاصمه وضواحيها. حبيتوا تفهموا اكثر واكثر، ولا راهم عاجبينكم اجهزه ولا حاجات راكم حابين تعرفوها، انا نقول لكم تقدروا تعيطوا للارقام اللي ظهرت لكم اسفل الشاشه في اي وقت، راكم رايحين تلقاو الناس اللي وجهوكم. والان نروحوا نشوفوا الاجهزه اللي جبناها لكم اليوم. هاد الاجهزه مشاهدينا اللي راكم تشوفوها اليوم هنايا معنا هي اجهزه اللي نعرفوها وماركات راهي موجوده هنايا في الجزائر، يعني ماركات جزائريه. لكن الاختلاف اللي راكم رايحين تلقاوه هنا هو انه الاسعار ديالها راهي رايحه تكون فيها تخفيضات، ويلا نروحوا نشوفوا وشنو هي التخفيضات وانتم وحدكم راكم رايحين تعرفوا الفرق. اول جهاز انا حين نتكلم عليه هو هذا الكليماتيزور 12000 BTU لا مارك تومسون. لو بري تاعو في الكاش هاد الكليماتيزور هو 7 ملايين و690 الف، هو لو بري تاع هاد الكليماتيزور اللي راكم تشوفوه هنايا في البلاطو، وايضا راكم تشوفوه هنايا في هاد الصوره اللي البري تاعو كان يدير 8 ملايين. نروحو لتاني جهاز هو هاد الغادياتور اللي راكم تشوفوه هنايا لا مارك كريستور، لا كولور ديالو نوار اغاز
او ايضا فيه 10 كيلوات. هاد لو بري تاع هاد الغادياتور هو 2,365,000. 2,365,000 هو البري تاع هاد الغادياتور لا مارك كريستور اللي كان البري تاعو هو 2,400,000. نروح نشوفوا ايضا هاد الجهاز لي لا مارك كوندور غريبان لي راكم تشوفوا هنا لا كولور ديالو بلونش. حنا ايضا نقدروا نوفر لكم في لا كولور بلونش كيما ايضا نقدروا نوفر لكم في الغري. لو بري تاعو هو 990,000. لو بري كاش هو 990,000. نروحوا لثالث جهاز هو هات الهاتف النقال اوبو رينو 6 كما راكم تشوفوه هنايا عندي، كما ايضا نقدروا نشوفوه في هاد الصوره اللي خلفي. لو بري تاعو كما راكم تشاهدوه او بلا غوميز راهو يدير 7,890,000 اللي كان يدير 8,300,000. لو بري تاعو هو 7,890,000 اللي كان يدير ب 8,300,000. نروحو الثالث، نروحو عفوا الرابع جهاز او خامس جهاز اللي راهو موجود معنا هنايا هو هاد الثلاجه بيكو 450 لتر عندها غارونتي 24 mois. عندها افيشور، الميزه تاعها هي انها الكونجيلاتور ديالو ما يديرش لا غلاس. لو بري تاعها يدير 13,790,000. 13,790,000 هو لو بري تاع هاد الثلاجه لا مارك بيكو كيما راكم تشوفوها هنايا. لا كولور ديالها كيما راكم تشوفوها هنايا سيلفر، وايضا الداخل جاي واسع وفيه 3 ايتاجير بلس هاد القجور اللي راهم من تحتها. ايضا عندنا اله غساله الاواني، عفوا هاد اله لي غسل الاواني ايضا لا مارك بيكو كيما راكم تشوفوها هنايا. عندها 15 كوفير، لو بري تاعها هو 13,600,000. لو بري تاع هاد لا فيسيل هو 13,600,000. نعاود نذكركم بالاجهزه اللي جبناهم لكم اليوم. اول جهاز اللي تكلمنا عليه هو هاد الكليماتيزور تاع لا مارك تومسون. عندنا ايضا هاد الغادياتور، عندنا غريبان، عندنا هاد تليفون اوبو رينو 6، وايضا هاد الثلاجه اللي سبقت وتكلمت لكم عليها، وهاد الغساله. هاد الاجهزه اللي شفتوهم الان هما لي بري تاعهم بالكاش، تقدروا تشريوهم كاش كيما سبقت وقلت لكم عبر رابط vianet.dz، كيما نقدروا نشريوهم بالتقسيط عبر رابط www.taqsit.dz. والان نروحوا نشوفوا لي بري تاعهم فاسيليتي. الخصم الشهري اللي راهو رايح يخص اول جهاز اللي كنا تكلمنا عليه هو هاد الكليماتيزور تومسون 12,000 بيتيو. الخصم الشهري راهو رايح يكون 3,700 دينار جزائري، يعني 370,000 شهريا لمده 36 شهر. راكم رايحين تقدروا تشريوا هاد الكليماتيزور لي 12,000 بيتيو و لا مارك تومسون. نروحوا لثاني جهاز هو هاد الغادياتور لا مارك كريستور اللي راهو رايح يكون الخصم الشهري هو 1,200 دينار جزائري، 120,000 لمده 36 شهر. هو رايح يكون عندك هاد الغادياتور اللي تقدر نستعمله خاصه في فصل الشتاء كي يكون البرد، الناس بالك اللي خصهم هاد الجهاز. نقدر نقول لكم انه هاد الجهاز راهو فيه غوميز اللي كان اكثر من هذا بكثير، كان يدير 2,490,000 بالنسبه للكاش. وبالنسبه للفاسيليتي راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري تاعكم هو 1,200 دينار جزائري، يعني 120,000. نروحوا لهاد هاتف النقال لا مارك اوبو رينو 6، راهو رايح يكون الاقتطاع الشهري هو 390,000. 390,000 راهو رايح يكون اقتطاع شهري باش تقدروا تشريو هاد التليفون اوبو رينو 6 اللي فيه 128 جيجا. نروحوا الان الى هاد الثلاجه لي لا مارك بيكو. لا مارك بيكو سبقت وقلت لكم فيه غارونتي 24 mois. عنده الميزه تاعو انه الكونجيلاتور ديالو كبير وما يديرناش لا غلاس، هو كيما نشوفوه كبير يعني يرفد لنا. الخصم الشهري راهو رايح يكون
570,000 لمدة 36 شهر. 36 شهر راك رايح تقدر تشري هاد الثلاجة اللي باش تفرح بها إن شاء الله وتدخل بها لدارك وتكون من ماركة بيكو عفوا بقيمة 5700 دينار جزائري أو 570,000 لمدة 36 شهر. إذا نزيدو نروحو لهاد آلة غسل الأواني لي لامارك أيضا بيكو لي لو بري تاعها أو الخصم الشهري لي راهو رايح يكون طيلة 36 شهر هو 5300 دينار جزائري، يعني 530,000 لمدة 36 شهر. هي رايحة تكون عندكم هاد لافيسال. كل الأجهزة اللي شفتوها هنايا راكم رايحين تقدروا تشريوها بالتقسيط، وذلك عبر الدخول إلى موقع www.taqsit.tz أو الاتصال للأرقام اللي ظهرت لكم أسفل الشاشة. والآن نروح ونشوفوا وشنو هما أهم الشروط. أنا دايما عند بداية هاد كل أعداد نقول لكم وشنو هي شروط، لكن فيها شروط أكثر وأكثر، أنا نقول لكم الأهم. والآن نروح ونشوفوا ما هي الشروط الأخرى اللي لازم توفروا لكم، وشنو هي الأوراق اللي لازم تكون معكم، ونروح ونشوفوا الآن هاد الفيديو ونعود نوليو. كنتو تشوفوا مشاهدينا هاد الفيديو اللي تفهمكم أكثر وأكثر وشنو هما أهم الأوراق وشنو هما أهم الشروط. والآن لحقنا باش نشوفوا هاد التلفزيون اللي راهم حاضرين معنا، اللي دايما نعاود نذكركم أنهم من ماركة تيلي ستار اللي هي أيضا شريك من شركاء شركة أسيام. أول جهاز أنا حين نتكلم عليه هو هاد تلفزيون 32 بوس اللي السعر ديالو يدير 2,600,000. أنا نتكلم الآن على الكاش وذلك عبر رابط vianet.dz. لو بري تاعو هو 2,600,000 بالنسبة لتلفزيون 32 بوس لا مارك تيلي ستار. نروحو لتيلي ستار لا مارك تيلي ستار عفوا 32 بوس لكن في سمارت اللي البري تاعو هو 3,050,000. البري تاعو 3,050,000 بالنسبه لهاد التلفاز 32 بوس سمارت، يعني نقدروا نكونيكتيو به وايضا فيه ديمو انتيغري. نروحو لاكثر منه شويه ل 40 بوس اللي البري تاعو هو 4,400,000. هاد الأجهزة اللي نشوفوهم هنا كامل فيهم ديمو انتيغري وأيضا سمارت نقدروا نكونيكتيو بهم، بالإضافة إلى فيهم حاجات واحد أخرين أكثر وأكثر كما راهي تظهر لكم في الشاشة. نزيدو نروحو الواحد أكثر منه بقليل لـ 43 بوس اللي لو بري تاعو هو 5,200,000. 5,200,000 هو سعر هاد جهاز تلفزيون تيلي ستار 43 بوس. نروحو 50 بوس لي البري تاعو هو هو 8,450,000. البري تاعو 8,450,000. نعاود نذكركم مشاهدينا انه كل هاد الاجهزه تاع التلفاز اللي راكم تشوفوها هنايا معايا راهم فيهم تخفيضات بنسبه من 30% الى غايه 50%، وذلك حتبقى هاد التخفيضات الى غايه 20 سبتمبر من الشهر يعني اللي راهو داخل. نروحوا لواحد 55 بوس السعر تاعو هو 9,250,000. تلفزيون سمارت 55 بوس
تيليستار لي فيه ديمو انتغري و نقدروا نكونيكتيو به. لو بري تاعو هو 9,250,000 58 بوس. الان لحقنا الى 58 بوس. 58 بوس لو بري تاعو هو 9,850,000. تيليفيزور سمارت 58 بوس لا مارك تيليستار راهو يدير 9,850,000. الواحد اكبر انا لما نتكلم عليهم راكم تشوفوهم في الشاشه، كما ايضا راهم موجودين هنايا معايا في البلاطو. ونروحوا لهاد 65 بوس اللي رانا نشاهدوه هنايا اللي لو بري تاعو هو 12,500,000. لو بري تاعو هو 12,500,000. نروحوا الان الى اكبر واحد فيهم اللي 75 بوس كبير كما سبقت وقلت لكم انه كبير، نقدروا نحطوه في لي سالون، نقدروا نشوفوا فيه اليز، لي لو بري تاعو هو 26,390,000. 26,390,000 راك رايح تقدر تشري هاد تيليفيزور لي 75 بوس لا مارك تيلي ستار. بالنسبه لهاد هاد لي بري اللي راكم تشوفوهم هنايا هما يخصوا لي بري كاش، وذلك عبر موقع vianet.dz او كل محلات شركه اسيا، كما تقدروا تشريوهم فاسيليتي بالتقسيط وذلك عبر رابط www.taqsit.dz. نروحوا نشوفوا لي بري تاعهم فاسيليتي. نعاودوا نقولوا الاول جهاز اللي هو 32 بوس اللي راهو رايح يكون اقتطاع الشهري تاعكم هو 145,000. 145,000 لمده 36 شهر. نروحوا لي نبقاو دائما في 32 بوس في سمارت. نقولوا انه كيما هذا 32 بوس اللي سبقنا تكلمنا عليه ماشي سمارت، لو بري تاعو او الاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 145,000. نروحوا ل 32 بوس في سمارت ديمو انتغري، نقدروا نكونيكتيو به. الاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 163,000 لمده 36 شهر. نروحوا ل 40 بوس اللي رانا نشوفوه هنايا معنا كيف ديمو انتغري سمارت، نقدروا نكونيكتيو به، نقدروا نحطوه في لي شومبر ديالنا، كيما ايضا نقدروا نحطوه كي يكونوا عندنا دي بتي سالون. راهو رايح يكون اقتطاع الشهري هو 221,000 لمده 36 شهر. 43 بوس بالنسبه ل 43 بوس كيف واش فيه 40 بوس فيه برك اللي هو يكون اكبر منه بقليل، وراه رايح يكون اقتطاع الشهري هو 258,000 كما راكم تشاهدوا في الصوره لمده 36 شهر. لحقنا الان الى 50 بوس. 50 بوس كيف رانا نشوفوه هنايا في البلاطو او في الشاشه، راه رايح يكون اقتطاع الشهري هو 260,000. نروحوا الاكبر بقليل ل 55 بوس كيف ديمو انتغري سمارت، ونقدروا نكونيكتيو به، نقدروا نحطوه في لي سالون كبير، لا كاليتي ديماج ديالو مليحه، وايضا لا مارك تيليستار عفوا. لو بري او الاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 462,000 لمده 36 شهر. 58 بوس 58 بوس الاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 488,000. 58 بوس راكم تشوفوه في الصوره، لكن راهو هنايا ايضا معايا كما راكم تشوفوه هنايا معايا ديمو انتغري سمارت، فيه تانيت حاجات واحد اخرين تقدروا نتوما تشوفوهم في الصوره معايا، او تروحوا لهذا التلفاز اللي راهو معنا في البلاطو. الاقتطاع الشهري راهو رايح يكون بقيمة 488,000. نروحوا الآن إلى 65 بوس 65 بوس اللي راهو رايح يكون اقتطاع شهري هو 628,000 لمدة 36 شهر. 65 بوس عفوا اللي هذا اللي راهو معايا هنايا أو اللي راكم تشاهدوه في الصورة، الاقتطاع الشهري راهو رايح يكون 628,000 لمدة 36 شهر. نروحوا إلى أكبر واحد اللي نقول لكم دائما أنا شخصيا بزاف يعجبني كبير، لاكاليتي ديماج ديالو
هايلة، يعني كاليتي ديماج ديالو قابية يعني كبيرة، وأيضا فيه ديمو انتيغري، وكذلك نقدروا نكونيكتيو به ونحطوه في لي غران سالون، سيرتو كي يكونوا عندنا دي زانفيتي ولا يكون كاين ان ماتش شباب. على بالي بلي الناس يحبوا يشوفوا جينيرالمون لي ماتش في كون تيليفيزور كبير، حنا نقول لكم انه نقدروا نوفر لكم هاد التيليفيزور لي لا مارك تيليستار، وراه رايح يكون الاقتطاع الشهري هو 1,170,000. هذا هو الاقتطاع الشهري ديالكم باش تقدروا تشريوا هاد التلفزيون 75 بوص اللي راهو رايح يكون ب 1,170,000. هادو هما اسعار اجهزه التلفاز اللي راكم تشوفوهم معايا لي لا مارك تيليستار. نعاود نقول لكم انه لا مارك تيليستار هي شريك من شركاء شركه اسيام، كما ايضا عندها شريك اللي هو مصرف السلام اللي تقدروا تشريو، ويقدر وقدر هو يوفر لكم مشاهدينا باش تقدروا تشريو بالتقسيط. بالنسبه للاجهزه اللي جبناها لكم اليوم مشاهدينا، تحبوا تشوفوهم كيما كانوا هنايا معنا في البلاتو في هذا العدد تاع اليوم، او الدخول الى الموقع الاول اللي راهو يخص الشراء بالتقسيط اللي هو www.taqsit.dz، او الشراء بالكاش اللي راهم فيهم دي روميز من 30% الى غايه 50%، وراهو فيه 1400 منتوج تحت خدمتكم، وفيهم دي روميز الى غايه 20 شهر سبتمبر اللي هو vianet.dz هو اللي راهو رايح يقدر يوفر لكم هاد الاجهزه بالكاش، بالاضافه الى محلات شركه اسيام اللي راهي موزعه عبر 58 ولايه، وكذلك الارقام اللي راهي ظهرت لكم اسفل الشاشه. انا فقط نعاود نولي الى هاد المواقع اللي الان تكلمت عليهم، يعني الناس اللي ما يقدروش او ما يعرفوش كيفاش يستعملوا المواقع، ولا ما عندهمش الوقت باش يقدروا يشوفوا واش راهو كاين موجود، ولا كانت باغ اكزومبل حاجه شدتهم، نقدر نقول لكم انه تقدروا تخلوا الارقام ديالكم في هذوك المواقع، وهما راهم رايحين يتصلوا بكم. نعاود نذكركم بانه لا ليفريزون راهي رايحه تكون مجانيه للجزائر العاصمه وضواحيها، وهاد الاجهزه اللي راكم تشوفوهم هنايا كامل مشاهدينا راكم رايحين تلقاوها في هاد المواقع. لحقنا الى نهايه هاد العدد تاع اليوم، ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم، ونقول لهم للناس اللي اتصلوا بنا نشكرهم، ونقول لهم يعطيكم الصحه على الثقه اللي درتوها فينا. لحقنا الى نهايه هاد العدد، انتظرونا في الاعداد القادمه، لانه راهي رايحه تكون عندنا اجهزه راهي رايحه تنال اعجابكم، وخاصه راهم رايحين يكونوا اسعار في متناولكم. نتمنى لكم ان شاء الله متابعه طيبه لبقيه برامج البلاد تي في. سلام.